ثم صل. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، سيد المؤمنين، سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. الله صلوا عليه. يا أيها الإخوان رحمكم الله، أيها الخطباء والقرناء ويا إخوان رحمكم الله، تبارك وتعالى أولا حريا نشكر الله عز وجل لأنه بعنايته أن نستطيع الآن أن نجتمع في هذا المكان المبارك. يا أيها الإخوان، كان في غرفة الشابة ويجلسون في هذه الساعة، ولو بالهم أن نستطيع الآن. يا أيها الإخوان رحمكم الله، كما عرفنا جميعا أن نستقومون بدور الهرم. يا أيها الإخوان رحمكم الله، ذلك الشق الذي قد وقع بدله، إن السبب يقومنا. يا أيها الإخوان رحمكم الله، الله يا أختي يا رهوان يا أختي يا الله.